تيونت هي قصة نجاح بدأت في سنة 98 بهونغ كونغ. كان هدفها إنها توفر منتجات مختلفة وبجودة عالية لعملائها عن طريق البيع المباشر، ونجحت في إنها تحقق ده وإنها تكون متواجدة النهاردة في أكتر من 100 دولة حول العالم، وانضم ليها ملايين من العملاء والمندوبين اللي بيحملوا منتجاتها وفكرها وبيوصلوا لملايين تانيين من الناس في كل حتة في العالم. كيونت هي مجتمع حقيقي من كل جنسيات العالم. كيونت بتشجع وبتدعم كل اللي بينضم ليها وبتأهلهم عن طريق دورات تدريبية في تنمية المهارات التسويقية والقيادية المتعارف عليها عالمياً. وفي 2011 ومن خلال مؤتمر صحفي، كيونت أكدت على دورها في دعم الاقتصاد المصري. النهاردة انضم لكيونت آلاف الشباب اللي بمجهودهم وإصرارهم قدروا يحققوا نجاح كبير ويغيروا من أسلوب حياتهم لأسلوب أفضل، ويطوروا من نفسهم ويطوروا من اللي حواليهم، والنهاردة بيردوا الجميل للمجتمع اللي عايشين فيه وللبلد اللي محتاجة كل إيد تساعد فيها. في كيونت إحنا فريق واحد. في كيونت بنساعد بعض عشان نساعد غيرنا. في كيونت بنحترم القوانين والعادات والتقاليد. في كيونت بنشتغل وبنؤمن بأهمية العمل الجد. في كيونت بنغير حياة ناس كتير. قبل ما ابتدي بيزنس مع كيونت كنت دايما بحاول ادور على الدخل الاضافي جنب شغلي. يعني شغلي الاساسي كنت مدير التسويق، كنت بشتغل مذيعه برضو. ما كانش قبل كده عندي اي هدف، ما كان عندي احلام كتير قوي بس كنت شايفاها حاجه بعيده جدا، صعبه قوي انها تتحقق. يعني كيونت قدرت ان هي توفر لي حاجات تانية كتير جدا ما كنتش قبل كده اقدر حتى افكر ان انا احلم بيها. عشان انت تنجح لازم تنجح ناس كتير قوي معاك. نجاحك من نجاح الناس اللي معاك في البيزنس. انسى نفسك خالص، انسى فلوسك خالص، ركز في الناس اللي تحت ان هم كمان يوصلوا. اكتر حاجه عجباني روح كيونت، كلمه ويلكم هوم. واحد برضو من البرودكتس اللي بحبها قوي في كيونت هو الفيزيو راديانس. المنتج ده رائع جدا 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 فعلا. انا بستعمل سكين كير برودكتس يعني من قبل كده، لكن لما جربت فعلا فيزيو راديانس، فعلا فيزيو راديانس مختلف. هي غادة حمدان هي الشخص اللي غيرت حياتي كله. انا بقول لها شكرا، انا مش عارف اقول لك ايه بجد. شكرا. وي ار وان. قبل كيونت انا كنت مدرس مساعد في الجامعه، شخص عادي جدا، معيد على قد حاله، ما معهوش غير المرتب بتاعه. بس بعد كيونت بقيت الحمد لله اقدر اجيب حاجات كتير جدا، تقريبا كل حاجه نفسي فيها عشان انا امتلك ثمن الحاجات. كيونت مش حاجه بس بتعمل فلوس للشخص، كيونت حاجه بتغير في اداء وفي حياه الشخص. من 3 سنين ونص كنت شخص خجول جدا، غير منظم، شخص مبهدل يعني باللغه العاميه. اتعلمت جوه كيونت ازاي انظم وقتي كويس جدا، ازاي يبقى عندي خطه للاسبوع بتاعي. المنتج اللي انا شايف ان هو برايسلس هو الاي ليرنينج او التعلم عن طريق الانترنت. يعني احنا لما نيجي نعمل سيرش على الاي ليرنينج هنلاقي فيه اكتر من 400 مليون مستخدم على مستوى العالم للاي ليرنينج. كيونت تعمل كوسيط ما بين كيونت وما بين المعهد العالي السويسري، وده واحد من اقوى المعاهد الموجودة هناك. عن طريق المنتج ده انت تقدر تاخد اي كورس محتاج تحسن بيه السي في بتاعتك. لما بيكون في تارجت، التارجت جماعي، دائما وابدا نجاح كل الاشخاص بيؤدي لنجاح التيم بشكل عام. زي سرب الطير اللي بيطير وجاي بيبقى واخد شكل الفي، اللي في الاول هو اللي بيبذل اكتر مجهود واللي ورا بيبذل مجهود اقل، وهنا بيوصل السرب كله بقوة أو إكسبيرينس الشخص اللي قدام أو الطير اللي قدام وبمساعدة الناس اللي وراه كلهم. Together everyone achieve more. We are one. في كيونت لقيت إن أنا اتعلمت أكتب الأحلام اللي أنا نفسي أحققها، وكان أول حلم ليا تأهل للأولمبياد، وعملت الماجستير وإن شاء الله هعمل الدكتوراه، وحلمي إن شاء الله إن أنا
يعني اعمل حاجه مفيده لبلدي. اكتر حاجه شدتني للانضمام في كيونت ان انا لقيت ابطال عالم الكريكت لابسين المنتج بتاعهم فيلوسيتي وكان نفسي اجربه. فعلا جبته وجربته وكان بيزود لي قوه تحملي في التمرين. الفيكون وده كان يعني نقطه تحول جامده جدا في حياتي. في التيم بتاعي فعلا في ناس كتير اتغيرت وكلهم كان عندهم احلام، وبعد ما فعلا بقوا في كيونت حققوا هدفهم ده، كل واحد لازم عشان يحقق الحلم بتاعه ده يشتغل مع الفريق بتاعه عشان يحققه. اكبر تحدي كان في حياتي ان وصلت لان انا 2011 كنت اول افريقيا وعليت الورلد رانكينج بتاعي لغايه لما وصلت الاولمبيات قبلها بخمس شهور، ودي كانت حاجة يعني أنا كان فعلا نفسي أوصل لها. We are one. إحنا في كيونت بنهتم بتطوير المجتمع. في هذا المؤتمر نحن نريد أن نهتم بالعشوائيات في كل بلد عربي وليس في مصر فقط. نريد أن نساعد كل مكان يعيش فيه الإنسان خارج الحياة. وعلشان نوصل للهدف ده لازم نبتدي بالفرد، وهو ده هدفنا الحقيقي، إننا نطور من قدراته ونعلمه علشان يقدر يواجه المستقبل. وكون إني حد زي يقدر يعمل الحمد لله رب العالمين اللي أنا عملته من البيزنس ده، يبقى أكيد حضرتك تقدر تعمل ده. وفي نفس الوقت بنديله الفرصة إنه ينتمي لحاجة. كلهم بيساعدوا بعض، بيهتموا ببعض، بيشتغلوا مع بعض، والأهم إنهم بيتبسطوا مع بعض. وهي دي روح كيونت، مجتمع كبير مترابط.